أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس في الموقف، موقف الحشر، ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر وما هم فيه من الضيق وما هم فيه من طول الوقوف 50,000 سنة. يتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله، أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل، أيعتذر، يطلبونها من إبراهيم عليه السلام أيعتذر، يطلبونها من موسى عليه السلام أيعتذر، يطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر، يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فيستعد لها ويقول أنا لها أنا لها، يطلبونها من أولي العزم كلهم يعتذرون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله، فيخر ساجدا تحت العرش ويدعو ربه عز وجل ويحمده، وما يزال يدعو ويحمد ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويتقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم الذي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، أن يدخلوها وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما تفتح لهم أول ما يجون، العطف عطف الفتح على مجيئهم، لأنه ما يفتح لهم إلا بعد الشفاعة، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار والعياذ بالله من حين يصلون إلى النار مفتحة أبوابها، يدفون إليها ويدعون إليها دعا والعياذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة به. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لبعض أهل الجنة أن يرفع الله منازلهم في الجنة، يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، وهذه أيضا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. عرفنا أن الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أنه يدخل في الإسلام ولكن أبى، لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة، فيه مسبة لدين آبائه، أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا هو يعترف أن محمد على حق وأن دينه هو الحق
ولكن منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، لولا الملامة أو حذار أو لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة، منعته الملامة حذر المسبة على قومه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو لهب ورجل من بني مخزوم، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجلان عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيه بإخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع فيه أن يخفف عنه العذاب فقط، فيخفف عنه العذاب ويجعل في ضحضاح من نار وفي أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفعه في الخروج من النار وإنما تخفف عنه العذاب فقط.